مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الواحدة فيما يلي عناوينها. مشروع القناة البرلمانية محور اجتماع بمجلس الأمة تطويرا للمشهد الإعلامي وتعزيزا للصرح المؤسساتي. إعفاء البلديات الفقيرة من مصاريف ترميم وتهيئة المدارس مؤشر إيجابي يلقى استحسان القائمين على تسيير البلديات والعينة من بلدية ملكو بيتي إيارت. وتيرة متسارعة في إنجاز مشروع خط السكة الحديدية رابط بين مدينتي توغرت وحسم سعود تفعيلا للحركية الاقتصادية. وحدة إنتاج المكملات الغذائية الموجهة للاستهلاك الحيواني بقسنطينة بطاقة استيعاب تفوق 12 ألف طن سنوياً تراهن على تغطية السوق الوطنية وولوج عالم التصدير. أهلا بكم من جديد. بداية، انطلق اليوم بمجلس الأمة الاجتماع المخصص للنقاش حول القناة البرلمانية بحضور كل من رئيسي مجلس الأمة صالح جوجيل ورئيسي المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ووزير الاتصال محمد بوسليماني ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار والمدير العام للتلفزيون الجزائري شعبان لوناكل. وبالمناسبة، أكد صالح جوجيل أن القناة البرلمانية إبراز للممارسة الديمقراطية الحقيقية واستكمال لبناء كل مؤسسات الدولة رغم التدخلات الأجنبية والأبواق الداخلية. كما ثمن إبراهيم بوغالي هذه الخطوة التي تندرج ضمن التزامات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن هذه القناة لابد أن تكون نموذجا حيا لتطوير المشهد الإعلامي في بلادنا وتعزيز الصرح المؤسساتي. في التعاون الطاقوي، يشارك اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في أشغال الاجتماع 36 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، والتي سيتعين عليها تقييم ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير. كما سيشارك أيضا في أعمال الاجتماع الوزاري 24 لدول أوبك وخارج أوبك. ومن مقر وزارة الطاقة نربط الاتصال بوسيلة بوشرب. وسيلة، ماذا عن جدول أعمال هذا الاجتماع؟ صباح الخير. للمزيد حول جدول الأعمال الخاص بهذا الاجتماع المزدوج، يحضر معنا ويشرفنا بحضوره وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب. أستاذ، سؤال حول جدول أعمال هذا الاجتماع. اجتماع اليوم مهم جدا، هو اجتماع دوري بالنسبة للبلدان الموقعة للتعاون الأوبك بلس، وكذلك الاجتماع للبلدان لجنة المشتركة اللي تشرف على تطبيق كذلك اتفاق التعاون. في إطار هذا الاجتماعين اليوم راح نتطرق لعدة مسائل تخص السوق البترولية خاصة، وكذلك آثار المتحور الجديد أوميكرون على السوق البترولية المستقبلية، وكذلك الإمدادات بالنسبة للنفط في العالم، وكذلك تأثير كل هذه العوامل على هذه الإمدادات. في تقارير كثيرة راح تطرح اليوم، وإن شاء الله راح نخرج بقرارات لدائما استقرار السوق وأساسيات السوق لازم تكون دائما سليمة لتوفير هذه الإمدادات في أحسن ظروف لكل البلدان المنتجة للبترول. الأسعار أستاذ، أسعار النفط تعافت قليلا بداية هذه السنة الجديدة، هل لديكم تعليق؟ احنا الأسعار ما ننظروش لها كثير، احنا ننظر إلى توازن السوق، هو المهم الآن التوازن ما بين العرض والطلب، كيفية كذلك استمرار في هذه العملية، وخاصة النظرة المستقبلية للإمدادات البترول حول العالم.
شكرا معالي الوزير. إذن ننتظر نهاية الأشغال التي ستكون على شكل جلسة مغلقة لموافاتكم بمخرجات هذا الاجتماع. وهو كذلك وسيلة بوشارب. شكرا لك ولضيفك الكريم على هذه المعطيات. أبرمت جامعة قصد مرباح بولاية ورقلة اتفاقية مع شركة ألتيا إنرجي المتخصصة في الصناعات البترولية بحسم سعود. عقد الشراكة الأولى سيسمح لطلبة الجامعة والباحثين لإقامة تربصات ميدانية في عدة تخصصات. حمزة ملوح. هي ثمرة الجهود المبذولة طوال الأشهر القليلة الماضية، عقد اتفاقية إطار بين جامعة قصد مرباح بورقلة وشركة ألتيا إنرجي الأجنبية، سيستفيد بموجبها طلبة الجامعة والباحثون من تربصات ميدانية وتطبيقية توفرها الشركة في عديد الاختصاصات. شركة يعني فتحت أبوابها إلى الجامعة للتعاون مع باحثين الجامعة ومخابر الجامعة، والهدف منها الأساسي هو إيجاد ميدان تربصات للطلبة، خاصة في الأش لطلبة التكنولوجيا بصفة عامة. وقد مكنت الزيارة الميدانية لإطارات جامعة قصد مرباح من الاطلاع الميداني على الإمكانيات والقدرات التي تمتلكها الشركة الخاصة، مما سمح لهم بتحديد أهم الاختصاصات والمجالات الممكن استهدافها. شركتنا تقوم بالتدخلات في مختلف المستويات من أجل المرافقة التقنية في ثلاث مجالات: التنقيب، إنتاج المواد الطاقوية، وجاهزية الآبار لتفادي التسربات وغيرها. وتعتبر الشراكة بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية ركيزة أساسية لضمان جودة التعليم العالي في الجزائر، وعاملا محفزا لانفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي. أعلن اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان رفقة وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيدة عن نتائج أشغال أفواج العمل المشتركة بين القطاعين، والتي تخص اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية الوطنية المحلية، إلى جانب مراقبة شبكة الترقية الخاصة برؤساء المصالح الاستشفائية الجامعية، وكذا إصلاح التكوين في الطب. وبالمناسبة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تنفيذ هذه النتائج ميدانيا سيسمح بترقية وتطوير المنظومة الصحية في الجزائر وتوفير الأمن الصحي. إننا ماضون في تطبيق استراتيجية التطوير المدرجة ضمن مخطط عمل القطاع التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى تعميق إصلاح التعليم والتكوين والبحث في العلوم الطبية وجودتهما، ولهذا عمدنا إلى التنسيق مع قطاع الصحة لتقريب الرؤى والعمل مع التطوير لتطوير وترقية التكوينات في العلوم الطبية. حقيقة في أشياء عديدة لازم نعملها ونشوفها ونتراجع فيها لهدف واحد، لرفع المستوى في الجامعات ورفع المستوى في المستشفيات. هدفنا في إعادة المنظومة الصحية وإعادة العلاقات وإعادة العمل مع وزارة التعليم العالي، دونك نخدم مع بعض إن شاء الله. نقف اليوم في نشرتنا عند البلدية الفقيرة المعفية من عملية ترميم وتجهيز المدارس الابتدائية، مما سيسمح لها بتوجيه الأموال لمشاريع أخرى متعلقة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن. العينة من ولاية تيارت مع محمد نور الدين قاسمي. مدرسة حيدر ومحمد الرازي عينة من 8 مدارس ابتدائية ببلدية ملاك ولاية تيارت التي تبقى بحاجة إلى تكفل مادي من ناحية التجهيز والتسيير لمحدودية ميزانيتها. جيت لهذه المدرسة صدت بعض النقائص، مثلا نقائص في التجهيز، طاولات، الصبورات كانت خشبية، المطعم مدرسي. البلدية لحد الآن راهي عاجزة، ما عندهاش إمكانيات باش تمد، وراهي توعدنا قالت لنا إن شاء الله بربي في الأيام القريبة إن شاء الله نكونوا في حسن الظن. اتصلنا قدمنا النقائص، والمشكل دائما الميزانية. قرار إعفاء البلديات الفقيرة الذي يدخل حيز التنفيذ مؤشر إيجابي يخدم المؤسسات التربوية
والذي استحسنه القائمون على البلدية. مؤخرا خصص مبلغ قدره 2 مليون دينار قصد تكفل مثلا اقتناء مدفآت بالإضافة إلى ترميم مختلف دورات المياه. ورحبوا بقرار السيد رئيس الجمهورية اللي لقينا نحن المسيرون المحليون ارتياح بما أنه راح يتكفل الدولة بمتطلبات وبمصاريف. هذا المبلغ سيتم دراسته بعناية قصد تكفل أمثل بباقي الانشغالات. وتعد تدابير التكفل بالمدارس الابتدائية من جملة الإجراءات التي أقرتها الدولة لتوفير أحسن الظروف لتمدرس التلاميذ. كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو اليوم عن انطلاق دليل الإدماج الاقتصادي للمرأة في طبعته الأولى قريبا. وأوضحت الوزيرة خلال زيارة قادتها رفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي إلى المعهد الوطني للتكوين المهني ببير خادم بالعاصمة، أوضحت أن هذا الدليل الذي تم إنجازه بمساهمة كل القطاعات المعنية لفائدة المرأة عموما والماكثة في البيت على وجه الخصوص يتضمن معطيات في مجالات التكوين وآليات أجهزة دعم التشغيل وترقية المقاولاتية التي وضعتها الدولة. بدوره أكد ياسين ميرابي على استعداد قطاع التكوين المهني للمساهمة في أي مشروع لتعزيز انخراط المرأة والأسرة في الإنتاج الوطني. نحن نعمل بالتنسيق من أجل دفع المرأة الماكثة في البيت أو المرأة الريفية من أجل الإقبال على التكوين والمرافقة قبل الدعم، والقيام بعملية تحسيسية من أجل توجيهها إلى آليات الدعم بعد انتهاء التكوين، اللي هي آليات الدعم المختلفة الموجودة على مستوى الدولة. ما يقدمه هذا القطاع من إمكانات ومن تخصصات تستجيب لاهتمامات المتربصين، وأيضا ما يتعلق بقطاع السوق. وللنهوض بالاقتصاد الوطني في القطاع الفلاحي، إبراهيم شاب من ولاية قسنطينة استطاع أن يحول وحدة لصناعة المكملات الغذائية الحيوانية، وهي وحدة الإنتاج التي جسدها بالولاية، والهدف ولوج عالم التصدير، تقول أمينة بعطوشة. مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وهو ما جسده المستثمر إبراهيم بتحقيق مقاربة تنموية واقعية أساسها تلبية احتياجات السوق الوطنية من المكملات الغذائية الموجهة للاستهلاك الحيواني وولوج عالم التصدير من خلال إنجاز هذه الوحدة الإنتاجية بطاقة استيعاب تفوق 12,000 طن سنويا. المشروع فول بروسيس، نخدمه المكونات الحيوانية للدجاج، كل أصناف الدجاج، نخدموا الأبقار كل أصناف الأبقار، والأغنام كل أصناف الأغنام. نقدروا في المصنع نتاعنا الناس اللي كانت تامبورتي في لونوايو سواء كومبلي سواء بارسيال، حنا نقدروا نوفروه لهم. ولا كاباسيتي دو برودكسيون راهي ابوبري 30% من احتياجات الوطنية. درك ننجو في 12000 طن ونقدروا نطلعوا 20000 نرافقوا هاد لي زانفستيسور دو بليزيور مانيير سافا نو بيرميتر ان بو دو ليميتي لا فاكتور دو لامبورطاسيون. كفاءات جزائريه من ترفع التحدي اليوم من خلال انجاز هذا الاستثمار الفلاحي الذي منح فرصا جديده لشباب المنطقه في المساهمه بتحقيق انتاج نوعي وذي جوده. جاتنا الفرصه هذه باش نخدموا روحنا، باش نكونوا نفسنا، حنا نحوسوا ننجو منتوج اللي ضاهي ولا يفوق المنتوج اللي كنا نستوردوه من قبل. الرهان الذي رفعته الدولة اليوم من دعم ومرافقة للمستثمرين خصوصا ما تعلق بالصناعات التحويلية أصبح واقعا مجسدا يفتح آفاقا جديدة للفلاح، وكذا يدعم الاقتصاد الوطني. تفعيلا للحركية الاقتصادية، وتيرة متسارعة في مشروع إنجاز خط للسكة الحديدية يربط توغرت وحسيم سعود على طول 150 كيلومترا من شأنه فك الخناق وتسهيل السيولة المرورية، يقول حمزة ملوح. وسط طبيعة صحراوية قاسية يشق خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين مدينتي توغرت وحسيم سعود طريقه،
مشروع هام يهدف إلى تسهيل حركة المواطنين والتموين بالبضائع لتسريع الحركية الاقتصادية. راح يربط بول بيترولي اللي عنده أهمية كبيرة اللي هو البول بيترولي تاع حسيم سعود، ويدخل أيضا في المشروع الكبير تاع الحلقة الجنوبية، حلقة الجنوبية للسكة الحديدية. الخط عرف عراقيل عديدة لا سيما ما تعلق منها بجائحة كورونا، إلا أن الشطر المتبقي من المشروع يشهد وتيرة متسارعة تشرف على إنجازه شركات وطنية وكفاءات جزائرية. أنفرافير وأنفراراي لمكلفين بوضع السكة الحديدية، جي سي بي لتيراسمون لكونستركسيون دو روت دريناج ياسينيسمون، سير ويست la construction des ouvrages d'art ou le مكتب الدراسي سيتي راي اللي مكلف بالدراسة المشروع. dans le contexte du projet il est 13 منشأة فنية تم إنجازها بهدف تسهيل حركة المرور في نقاط التقاطع مع الطرق والوسط الحضري، إضافة إلى 4 محطات et 13 établissements. خط استراتيجي على طول 150 كيلومتر موجه إلى نقل المسافرين والبضائع يتحمل سرعة تصل إلى 220 كيلومتر، سيساهم في خلق مناطق لوجستية وصناعية للنهوض بالاقتصاد الوطني. في الانشغالية الصحي وللحد من انتشار الوباء، نظمت مديرية التربية بولاية بشار بالتنسيق مع مديرية الصحة للولاية عملية تلقيح الأساتذة وموظفي قطاع التربية للوقاية من متحورات كورونا. عبد الوهاب حيدبية. تلقيح الأساتذة وموظفي وعمال قطاع التربية إحدى التعليمات المتعلقة بالإجراءات الصحية التي شرعت مديرية التربية لولاية بشار في تطبيقها بالوسط المدرسي بعد انقضاء العطلة الشتوية وعودة التلاميذ لمقاعد الدراسة. الأستاذ راه يواجه الخطورة بدون وقاية، وبالتالي الوقاية أو الوسيلة الأنجع للوقاية من هذا الكوفيد هو التلقيح. خدعت لعملية التلقيح، ومن هذا المنبر ندعو جميع عمال قطاع التربية خاصة اللي عندهم ارتباط مباشر مع التلاميذ باش يخدعوا باش ينخرطوا في هذا المسعى من أجل القضاء على وباء كورونا المستجد. الحملة خصصت لها كل الوسائل اللازمة بالإضافة إلى فرق طبية في سبيل تلقيح أكبر عدد من موظفي القطاع. بلغت الإحصائيات 50% من موظفي قطاع التربية لولاية بشار، العدد كان 3500 موظف في ولاية بشار. لذا من هذا المنبر ندعو جميع الموظفين للأخذ بهذه المبادرة وتقدم إلى المراكز العمومية المخصصة لهذه العملية. هذا وستتواصل العملية بالعديد من المؤسسات التربوية للرفع من المناعة الجماعية وكبح انتشار العدوى وحماية التلاميذ والمحيط التربوي من الإصابة بالفيروس. دوليا وفي المغرب، تتعرض مصالح الأمن المغربية منذ عدة أسابيع لتنديد واسع من مناضلين ومحامين وصحفيين مغربيين بسبب الانتهاكات اللامتناهية التي تمس بالحياة الخاصة. إلى ذلك تنظم مجموعة والعمل الوطنية من أجل فلسطين في 15 من الشهر الجاري الملتقى المغربي ضد التطبيع. عمرو يوسف. على وقع الملاحقات والاعتداءات المتواصلة من قبل مصالح الأمن المغربية في حق مناضلين ومحامين وصحفيين المتعلقة بالانتهاكات اللامتناهية التي تمس بحياتهم الخاصة واستعمال فيديوهات مسجلة بطريقة غير قانونية لابتزاز هؤلاء المحتجين من أجل التوقف عن مثل هذه المظاهرات المنددة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي يعيشها الشعب المغربي جراء سوء التسيير الذي يرتكبه نظام المخزن. الديكتاتورية العلوية تلفق تهم واهية، تلفق تستخدم العاهرات، تستخدم الشواذ، تستخدم كل شيء للإطاحة بالأصوات الحرة. وتشير مؤشرات الركود الاقتصادي والإفلاس التجاري المغربي
أن وضعية الميزان التجاري تشهد حالة تراجع رهيبة بنسبة 26.4% خلال 11 الشهر الأولى من سنة 2021، خاصة وأن الاحتجاجات الشعبية الحالية تندد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجديدة لعزيز أخنوش التي تسببت في عدم المساواة في توزيع ثروة البلاد وكذا تعظم حجم البطالة. بينما ديما أنا كنكرر وهو الحل ديال المشاكل ديال المغاربة كاملين، لا الصحية ولا السياسية ولا الاجتماعية، هو حل واحد وهو الخروج إلى الشارع. الشارع ثم الشارع، أنا ديما كنقولها الشارع هو الحل ديالنا. المغاربة خصهم يفهموا، راهم خصهم يدوب سغوند على الإيفيدونس، يعني خصهم يشوفوا الأمر الواقع أنفاس ويدخل هذه المسألة في الرأس، أن لا صلح ولا إصلاح مع هذه المافيا الملكية. اللي باقي كيقول لكم كاين من أجل ما نعرف الملكية برلمانية ولا تحسين ظروف العبودية، راه تيضحك على الشعب هذاك، عرفوه ولد الحرام، عرفوه تيقلب على مصلحة ديالو الشخصية لا أقل ولا أكثر. لأن ملي كتعرف واحد الحاكم ديكتاتور مجرم وانت مازال كتدير يدك في يدو وكتبغي تتعامل معاه، وماشي غير مجرم، إرهابي قتال ليس، وانت باقي كتعامل معاه، إذا انت راك بحالو. هذه مسألة مفروغ منها. لهذا الحل هو إسقاط النظام. هذه التجاوزات الخطيرة لقوة الأمن المغربي ضد قيادات ورموز المظاهرات قد دفع بمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين إلى الإصرار على تنظيم الملتقى المغربي ضد التطبيع تحت شعار متحدون لإسقاط النظام في 15 من الشهر الجاري، بحضور ومشاركة شخصيات رفيعة المستوى من قيادات ورموز الشعب المغربي المناهضة لأي علاقات مع الكيان الصهيوني. هذا ما قد يشكل ضربة قاسمة للاتفاق الأمني العسكري المخزن الصهيوني الموقع مؤخرا. في جديد فيروس كورونا عبر العالم، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن حكومته لن تشدد القيود الاحترازية المفروضة حاليا في إنجلترا بسبب انتشار المتحور الجديد لكورونا أوميكرون، كما أصدرت كبرى المقاطعات الكندية إعادة تطبيق قيود صارمة لمواجهة تفشي المتحور أوميكرون، خاصة بعد تجمعات احتفالات نهاية السنة. تفاصيل في سياق تقرير أمل خليفية. في غمرة الاحتفالات برأس السنة الميلادية، وجد المتحور الجديد لفيروس كوفيد 19 الأرض خصبة للانتشار في مختلف بلدان العالم، مما دفع عدد منها لتشديد الإجراءات الاحترازية. ففي الوقت الذي حذرت فيه فرنسا من ارتفاع عدد الإصابات وتأثير ذلك على المستشفيات، قرر مجلس الوزراء الكويتي وقف إقامة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها مؤقتا إلى غاية 28 من شهر فبراير المقبل، بعدما أعلنت وزارة الصحة تضاعف حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس. وفي موريتانيا أعلنت الرئاسة إصابة رئيس البلاد محمد الشيخ الغزواني، وبعد ارتفاع منح الإصابات قرر الاتحاد الموريتاني لكرة القدم إغلاق الملاعب أمام الجمهور. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد بدوره أن حكومته لن تشدد القيود المفروضة حاليا في إنجلترا وفقا للخطة باء التي تشمل ارتداء الكمامات في الأماكن والمواصلات العامة، حثا الموظفين على العمل من المنزل. يحدث هذا في وقت أشارت فيه سلطات نمساوية إلى أن متحور أوميكرون هو الطفرة السائدة حاليا في إصابات كورونا الجديدة في البلاد، في حين أصدرت كبرى المقاطعات الكندية إعادة تطبيق قيود صارمة لمواجهة تفشي أوميكرون. وفي العاصمة البرتغالية لشبونة أنزل أكثر من 4000 راكب من سفينة سياحية ألمانية كانت متوجهة إلى جزر الكناري الإسبانية بعد رصد عدة حالات إيجابية على متن الباخرة. ومن أجل كبح جماح انتشار الفيروس انطلقت حملة تطعيم للأطفال والمراهقين في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند، وهما البلدان الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات حول العالم.
نختم نشرتنا بالسياحة، حيث كان الصالون الوطني للسياحة في طبعته الخامسة بالوادي فرصة للترويج للسياحة الداخلية والتعريف بما تزخر به من عادات وتقاليد بمختلف مناطق الوطن. محمد العيد، لبهية. نبيل زروقي شاب من تيزي وزو دفعه الاهتمام بالسياحة إلى التواجد في الصالون الوطني للسياحة الشبانية بولاية الوادي، وكله طموح بأن يعرف بما تكتنزه منطقة القبائل من تراث ضارب في عمق التاريخ الأمازيغي، وها هو اليوم يشارك في الطبعة الثامنة لهذا الصالون. جيت نمثل الولاية تاعي اللي هي ولاية تيزي وزو باش نوري ونطور التراث الأمازيغي. أنا لا بروميير فوا اللي نجي للواد، دونك اكتشفت بزاف صوالح، ديجا اكتشفت التراث تاعهم، اكتشفت الكنوز التي يملكها الصحراء. حنا عندنا كلش، عندنا كل ميزات باش يكون عندنا تراث رهيب. أكثر من 30 ولاية تتوزع أنشطتها بين ممرات الصالون الوطني للسياحة الشبانية، وأزمة كورونا تلقي بظلالها على هذه الطبعة. جئنا بمعرض متنوع يبرز الموروث الثقافي ولاية تندوف، ومنها اللباس التقليدي اللي هو الآن اللي راني لابسه هو الدراعة. من جدودنا هذا من بكري كل شيء بالسعفة نتاع النخلة. والله لينا شرف عظيم ان جينا هنا الواد سوف. هنايا كجمعية نحيو التراث، التراث تاع السياحة باش ما يموتش. هذه الطبعة شهدت مشاركة 33 وفد، لولا ظروف كورونا لكانت المشاركة تكون قياسية. لما لا يكون صالون مغاربي أو عربي؟ أنا نقول السياحة الصالونية ما تطلبش بثيمات وعمارات، بالوسائل البسيطة قادرين ندير سياحة فيها أهداف كبيرة. تبقى إقامة مثل هذه التظاهرات هدفها الأوحد هو تفعيل حركة السياحة الصحراوية وترغيب السياح في معرفة الخبايا والكنوز التي يزخر بها الجنوب الجزائري. كانت آخر محطة في نشرتنا قبل أن نفترق تذكير بالعناوين. مشروع القناة البرلمانية محور اجتماع بمجلس الأمة تطويرا للمشهد الإعلامي وتعزيزا للصرح المؤسساتي. إعفاء والبلدية الفقيرة من مصاريف ترميم وتهيئة المدارس مؤشر إيجابي يلقى استحسان القائمين على تسيير البلديات، والعينة كانت من بلدية ملكوبي تيارتا. وتيرة متسارعة في إنجاز مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي توغرت وحسم سعود تفعيلا للحركية الاقتصادية. وحدة إنتاج المكملات الغذائية الموجهة للاستهلاك الحيواني بقسنطينة بطاقة استيعاب تفوق 12 ألف طن سنوياً تراهن على تغطية السوق الوطنية وولوج عالم التصدير. شكراً لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، ألقاكم بخير.